سنخيل ويا جميل، سنخيل ويا جميل. أهلا بحضراتكم مرة تانية مع شهر الـ12 من العمر، وفي سلسلة المراحل تطور الطفل في السنة الأولى. الطفل بينام أكتر من 13 ساعة، بينتظم في النوم، معدل النوم بتاعه بيتحسن، الطفل يبدأ يتحرك أكتر، يبدأ يقدر يمشي لوحده، يبقى أكتر تفاعل اجتماعي، الطفل يقدر يتكلم كويس، ممكن يتكلم أكتر من كلمة، أكتر من 3 كلمات. الطفل في المرحلة دي طبعا زي ما حضرتك شايفين يقدر يمشي، يقدر يدحرج الكرة قدام رجليه، زي ما حضرتك شايفين يبدأ أكتر النمو الانفعالي بتاعه، يبدأ يلعب، يبدأ يندمج، يستجيب للأوامر بتاع اللي احنا بنقولها له، بيحب الألعاب، بيحب يمشي، ويحب يجري كتير. الألعاب بتاعته طبعا الطفل بينتظم في اللعب بتاعه، يبدأ يستجيب للأوامر أكتر. Baby talk will be replaced with real words. Even if يبدأ ممكن ساعات الطفل يبدأ يقرأ، يعني احنا بنقرأ له وهو بيستجيب. الطفل ممكن يعيط لو خدنا منه اللعبة بتاعته وبيغضب بالطريقة دي، والطفل يبدأ في المرحلة دي يبقى المود بتاعه ساعات مبقاش مظبوط كويس. Diapering, for example, will be more of a challenge because he or she برضو will want تغيير to الحفاض scurry الطفل برضه بيبقى during these bouts of anger, بنجد صعوبة try في تغيير الحفاض. الطفل ما بيقبلش إن هو يغير الحفاضة. ساعات ما يستجيبش لكلمة لأ، ما تعملش كذا، وبيبقى مصر على اللي هو بيعمله، حتى طبعا بيبقى غلط، لكن هو بيستمر في ذلك. الطفل بيطيع الأوامر زي ما حضراتكم شايفين، ولازم نكافئه ونعرفه ان هو عمل صح حاجه كويسه. يبدا يرمي اي حاجه موجوده في الادراج، اي حاجه مرميه قدامه او محطوطه قدامه يبدا يرميها على الارض، اي حاجه في الادراج، في السله، في اي شيء يحب يرميها على الارض. He or she is mastering this new concept of what's inside, although it's guaranteed to make a mess. Although some children won't take their first steps until 15 or 18 months, by 1 year, most children will be ممكن يستند على ايده او يستند على قطع من الاساس زي ما حضراتكم شايفين. This is called cruising. وزنه الطفل بوزنه بيكون في حدود من 9 كيلو ونص ل 10 كيلو ونص. يبدا يمشي ويكتشف العالم الخارجي بطريقه اكبر. لازم نعمل له المكان بتاعه، ونبعد اي حاجه من قدام ايديه لانه ممكن يؤذي نفسه. انا بشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله ابقى سعيد للتواصل معاكم على الموقع الخاص بتاعي. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.